في غزه المجازر لا تتوقف رغم كل النداءات العدوان يواصل انتهاكه لكل الاعراف والمواثيق باستهداف المستشفيات والمراكز الصحيه حرب ضد المرافق الصحيه وجيش الاحتلال المجرد من القيم لا يستقوي الا على المرضى والكوادر الطبيه يتساءل البعض لماذا توضع المراكز الصحية والمستشفيات في قائمة الاستهداف الصهيوني. لماذا تستهدف المستشفيات والمرافق الطبية منذ اليوم الأول للعدوان؟ بدأ الاحتلال حربا ضد الأعيان المدنية وعلى رأسها المرافق الطبية وحول أكثر وحاول أكثر من مرة تمرير رواية وهمية عن وجود أسلحة ومقاتلين في المستشفيات. وعندما فشل في اثبات ذلك خرج بروايه جديده حول اسراه في هذه المستشفيات على الجانب الاخر يعاني الفلسطينيون من معاناه شديده بسبب نقص كل شيء في غزه مما يعين على الحياه فلا دواء ولا غذاء ولا وقود ولا دفء مع اشتداد البرد والامطار والاهم من هذا كله لا امان في كل شبر من قطاع غزه رغم ادعاءات الاحتلال بتوفير مناطق امنه بعد 136 يوما من عدوان غير مسبوق وحرب اباده على كل شيء في قطاع غزه يواصل جيش الاحتلال حربه ضد المستشفيات فبعد الشفاء والاندونيسي ومشاف اخرى شمالي القطاع ياتي الدور على مجمع ناصر الطبي في خان يونس اكبر مستشفيات الجهه الجنوبيه الذي يمعن الاحتلال في اخراجه عن الخدمه بعد محاصرته واقتحامه ليحوله الى ثكنه عسكريه يلاحق فيها الموت المرضى والجرحى والنازحين الى مكان تحتجز فيه الطواقم الطبيه ويقتل داخله المرضى ويقهر فيه الدعاء الضعفاء ويطرد منه المحتمون مستشفيات لطالما كان استهدافها خطا أحمر وجريمة شنعاء بموجب القانون الدولي الإنساني غير أن إسرائيل تتجاوز هذا الخط مرارا وتكرارا أمام مرأى العالم ومسمعها كنت في مستشفى ناصر حصروا هم خمس أيام ست أيام أنه حد يعد عليها ولا يطلع الهكوات كابتر اللي بطلع بتطلع في قناصين ما كناش نطلع من مره اي واحد بيطلع من باب المدرسه ولا بوصل ناصر بيقنصوه دغري في قناص كان الوضع على الاخر مأساوي والله والله في المدرسه اللي انا فيها استشهد واحد قدام عينينا في نص المدرسه ودفنوه اهله على جنب المدرسه وعندي الولد زي ما قلت لك استشهد في مع اخوه في الطريق ما قدرناش نسحب على مستشفى ناصر لان كان في جيش واقف في الطريق ما رضوش يودونا اياه على ناصر في الطريق فحصوا الجندي لاخوه فحصه قال هذا اخوك ميت سيبه وامشي روح وسيبه الوضع الكارثي في مستشفيات شمال القطاع ووسطه لا يختلف كثيرا عن جنوبه ففي مدينه رفح التي اعلنها الاحتلال منطقه امنه نزح اليها اكثر من مليون ونصف مليون فلسطيني تعاني منظومتها الصحيه من نقص حاد في الطاقم الطبي والمستلزمات الجراحيه الى جانب انعدام الماء والغذاء مما يعرض حياه الالاف من المرضى والمصابين الى خطر الموت لا سيما في اعقاب بالقصف المتكرر على المدينة أصبح في مدينة رفح مليون ونص ساكن فلذلك مستشفى الشهيد محمد يوسف النجار لا تلاحق على عدد الأحرار لا يمكن أن تخدم كل هذا العدد بسبب قلة أولا الطواقم الطبية قلة الحاجات قلة العلاجات إلى مشارح كبرى لجثمين الشهداء تتحول مستشفيات القطاع المنكوب المحاصر صور لم تعد الكلمة كافية لوصفها ومشاهد تزداد دموية وعنفا في حرب تمضي لا رادع لها بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم من جديد مشاهدينا ونرحب وإياكم بضيفنا في الاستوديو في حلقة جديدة لهذا اليوم الدكتور هاني البسوس أستاذ الدراسات الأمنية والاستراتيجية اهلا بك دكتور هاني معنا في هذه الحلقه الجديده من برنامج غزه تحت القصف. حياكم الله جميعا. الله يبارك فيك. دكتور هاني يعني نشاهد يعني العدوان على قطاع غزه مستمر خصوصا وكانه اتى ليدمر المستشفيات قبل المباني الاخرى والبيوت. بسم الله الرحمن الرحيم. واضح ان الاحتلال الاسرائيلي منذ اليوم الاول لهذا العدوان على قطاع غزه يحاول ان يدمر معظم معاني الحياة الإنسانية في هذا القطاع فقصف المستشفيات والمدارس والمعاهد والجامعات والكنائس والمساجد وبيوت المواطنين الآمنين لم يبقي على شيء من معالم الحياة الأساسية إلا وقام بقصفه بأشكال مختلفة حتى البنية الأساسية البنية التحتية ومؤسسة الخدمات العامة لم تعد تعمل المؤسسة التعليمية لم تعد تعلم تعمل من اهم المؤسسات العامه التي تقدم خدمات المواطنين عاده هي المستشفيات لا. هي هذه المستشفيات والمراكز الصحيه بشكل عام تتلقى اعداد كبيره بشكل عام سنويا من المواطنين ونتحدث عن حوالي 30 مؤسسه صحيه تعمل في قطاع غزه من شماله الى جنوبه هذه المؤسسات اهمها مجمع الشفاء الطبي في مدينه غزه ومجمع ناصر الطبي في مدينه خان يونس قبل اشهر من الان قوات الاحتلال الاسرائيلي تمكنت ودخلت مجمع الشفاء الطبي بذريعه ان هناك محتجزين اسرائيليين في ذلك المجمع وان قياده حماس والقسام موجوده في ذلك المجمع وبعد دخوله لم تجد اي شيء وكانت حجج واهيه. الان يعني قبل ايام وحتى الان ما زالت قوات الاحتلال موجوده في مجمع ناصر الطبي في خان يونس وهذا المجمع الثاني الاكبر في قطاع غزة وبالتالي لم يعد هذا المجمع يعمل يقدم الخدمات العامة للمواطنين حقيقة أن معظم المؤسسات الصحية توقفت عن العمل إما بشكل كامل أو بشكل جزئي السؤال هو فعلا يعني لماذا المؤسسات الصحية أنا باعتقادي أن قوات الاحتلال معنية بأن لا تبقي معنى للحياة الإنسانية وأهم معاني الحياة الإنسانية في هذا القطاع عندما نتحدث عن العدوان وعن الحرب وعن الإبادة هي المؤسسات الصحية والمستشفيات التي تقدم الخدمات وإذا ما تحدثنا عن سبعين ألف إصابة في قطاع غزة بالإضافة للوضع الطبيعي هناك آلاف من المرضى والمحتاجين للعلاج الطبي وبالتالي من سيقدم لهم العلاج من سيقوم بالتطبيب إذا لم تكن هذه المستشفيات تعمل كيف سيعيش هؤلاء المصابين وخاصة أنه عدد كبير منهم يموت ويتوفى من جراء بعض الإصابات الطفيفة أو البسيطة أو حتى متوسطة وبالتالي المقصود أن قوات الاحتلال ما تقصده هي تعمل على إنهاء وجود معالم مع الحياة الإنسانية البسيطة في هذا القطاع من أجل دفع الناس قهرا وقصرا من قطاع غزة باتجاه الجنوب ومن ثم باتجاه سيناء الهدف إلى وضعت قوات الاحتلال منذ اليوم الأول للعملية العسكرية على قطاع غزة وتهجير جزء كبير بل معظم سكان قطاع غزة وسعت جاهدة من خلال جهود سياسية للعمل على ذلك ولم تفلح ولكنها تعمل وما زالت حتى الآن بعد حوالي 135 يوم من العدوان من أجل إزاحة الناس بالقوة دفع الناس بالقوة من قطاع غزة باتجاه الجنوب وخاصة أن هناك حوالي مليون وثلاثمائة ألف نازح في مدينة رفح نعم. على حدود مع مصر دكتور هاني يعني أسفل المقاطعة ولكن حتى أبقى في هذه النقطة يعني نحن نتكلم عن قصف المستشفيات والمراكز الطبية وما إلى ذلك يعني الاحتلال الإسرائيلي حدث يعني خرج متحدث من الاحتلال الإسرائيلي يقول أن هذه المستشفيات تستخدم إما لاحتجاز أسرى أو لكون تحت هذه المستشفيات ممرات للمقاومة هل ثبت شيء من هذه الادعاءات؟ حتى الآن لا شيء يعني في البداية قبل أشهر من الآن عندما دخلت قوات الاحتلال إلى مجمع الشفاء الطبي وهو المجمع الأكبر في قضاء غزة ويقدم خدمات لعشرات الآلاف من المواطنين وكان هناك نازحين أيضا موجودين في ذلك المجمع لم تجد قوات الاحتلال أي دليل واضح ولا واحد على أن هناك مما تتحدث عنه سواء فيما يتعلق بمحتجزين أو حتى فيما يتعلق بقيادة من حماس أو من فصائل فلسطينية مختلفة هذا المجمع أو ذاك المجمع الطبي يقدم خدمات لآلاف بل مئات الآلاف من المواطنين في قطاع غزة ولجأ إليه بعض الناس من النازحين خوفا من العدوان والقصف لأن الاعتقاد الجازم لدى المواطن الفلسطيني أن هذه المؤسسات محمية بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الإنساني يوجب على المحتل يوجب على القوات المتنازعة وقوات الاحتلال ألا تقوم بقصف ولا اجتياح ولا حتى التعدي على هذه المؤسسات المحمية بالقانون الدولي الإنساني وبالتالي لجأ عشرات الآلاف من المواطنين ونزحوا في هذه المستشفيات اعتقادا بأنه هي آمنة الحقيقة لم يجد الناس الأمان في تلك المستشفيات لأن الاحتلال قام بقصفها واجتياحها والتعدي على المواطنين والنازحين والأطباء والمصابين وبالتالي اجتاحت قوات الاحتلال وضربت بعرض الحائط كل المثل والقيم والأخلاق والقانون الدولي الإنساني ولم تلتزم حتى بكل التوصيات التي قدمت من محكمة العدل الدولية فلم يكن ولا يوجد هناك دليل واضح واحد عند الاحتلال بأن هذه المستشفيات كانت أو مثلت جزء من عمليات حماس أو الفصائل الفلسطينية أو أن هذه المستشفيات آوت بعض المحتجزين هذا كله ادعاء حتى الآن قوات الاحتلال لم تثبت واحد من هذه الادعاءات جميل دكتور كونك يعني أستاذ في الدراسات الأمنية والاستراتيجية ماذا يعني لكم أكاديميا و يعني عندكم طلبة تدرسونهم ودرستم هذه المناهج ماذا يعني أن يكون أمنيا واستراتيجيا في مثل هذه الحرب البدء في قصف ال... دور العباده والمستشفيات قبل المباني وقبل يعني اي شيء اخر ماذا يعني ذلك اولا يعني ان قوات الاحتلال مفلسه فيما يتعلق بالاهداف الامنيه يعني هي وضعت منذ البدايه هدفا هدفين الهدف الاول هو تقويض حماس واضعاف حماس وانهاء وجود حماس في قطاع غزه الهدف الثاني هو استعاده المحتجزين من قطاع غزه لم تفلحت هذه اللحظات بعد يعني خمس اشهر من العدوان على قطاع غزه لا في استعاده اي من المحتجزين في قطاع غزه ولا بتقويض او اضعاف حماس الى الحد التي تعتقد انه ستقوم به بعد هذه المده الزمنيه مع انه استعملت كم هائل جدا من المتفجرات والقنابل المختلفه شديده الانفجار والصواريخ المختلفه وبالتالي عندما فشلت في أن تستعيد ما تقول أنه ممكن استعادته من جنودها قامت بقصف المؤسسات المدنية أيضا أنا أعتقد أنه ما قامت به بالتزامن منذ اللحظات الأولى لعدوانها بقصف المساجد ودور العبادة والكنائس والمستشفيات وبيوت الناس الآمنين وأدى حتى الآن إلى حوالي 29 ألف شهيد في قطاع غزة هي تهدف من ذلك أيضا محاولة التأثير على ما تسمى بالحاضنه الشعبيه <applause> لان اي فصيل من الفصائل الفلسطينيه المقاومه ويعمل في وجود حاضنه شعبيه ومحمي في هذا الحاضنه الشعبيه تحاول قوات الاحتلال ان تقول إنه هي لن تبقي لا حاضنه شعبيه ولا مؤسسات مدنيه ولا مؤسسات امنيه وبالفعل يعني ما تم قصه حتى الان غيرت قوات الاحتلال الاسرائيلي معالم شمال قطاع غزه في المدينه وفي الشمال وايضا حاليا في خان يونس وبالتالي هي تحاول ان تقول انه من الناحيه الامنيه ستنهي وجود كل معالم الحياه الانسانيه والمؤسسات المدنيه حتى لا تبقي يعني امكانيه لعوده حماس والفصائل الفلسطينيه، حتى لا تبقي امكانيه لعوده المؤسسات الامنيه في قطاع غزه للعمل لاحقا، وبالتالي هذا يعني يتزامن ويتكامل مع الاهداف التي وضعتها منذ البدايه وهي تقويض حكم حماس في قطاع غزه وعدم عوده حماس الى الحكم في تلك المناطق المختلفه، ما زالت حتى الان قوات الاحتلال الاسرائيلي تعمل بقوه نيران كثيفه في مناطق مختلفه وتستعمل ادوات مختلفه وتستعين بامكانيات عسكريه تاتي بها من الولايات المتحده من اجل ان تزلزل مناطق مختلفه وتصل الى الانفاق كما تقول ولكنها الاهداف اللي وضعتها لم تصل اليها كما قلت الساعات المحتجزين او انهاء وجود حماس، مع انه ايضا احد الاهداف اللي كان وما زال هو هدف تهجير السكان، وهذا الهدف قوات الاحتلال عملت عليه منذ الساعات الاولى وما زالت وبالتالي عندما تقصف بيوت المدنيين هي تحاول ان تدفع الناس بالقوه الى الجنوب وبالتالي ايضا الى سيناء. هذا الهدف ما زال موجود ضمن الاجنده اللي حكومه بنيامين نتنياهو ولم تفلح لكن اعتقد ان الايام القادمه قد تكون ايام صعبه فيما يتعلق بمنطقه الجنوب لما نتحدث عن 60% من سكان قطاع غزه نزحوا الى منطقه لا تتسع الى 10% من سكان القطاع منطقه الجنوب رفح اقصى جنوب قطاع غزه وهي على الحدود متلاصقه مع مصر اذا قامت قوات الاحتلال بقصف الحدود وقصفت الناس بالقوه هذا بالتاكيد سيدفع عدد او مئات من الالاف من الناس بالنزوح بالقوه الى الى سيناء. طبعا هذا يعني احد السيناريوهات المخيفه لان قوات الاحتلال اذا دخلت الى منطقه رفح اللي فيها هذا العدد الكبير من السكان ومن النازحين قد يؤدي الى ماساه انسانيه، قد يؤدي الى مقتل عشرات الالاف وقد نشهد ايضا يعني استباحه للناس والخيام لانه معظم من هم موجودون موجودون في الخيام. لا مأوى إلى الخيام البسيطة التي لا تسمن ولا تغني من جوع ولا تحمي الناس من القذائف حتى المستشفى في مدينة رفح هناك مستشفى واحد مستشفى الكويت هذا المستشفى هو عبارة عن مركز صحي وليس مستشفى حقيقة ولا يستطيع تقديم الخدمات الإنسانية ولا الخدمات الصحية للناس وبالتالي الأيام القادمة قد تكون صعبة للغاية نحن في انتظار أيام قد تكون عصيبة إذا لم تنجح المفاوضات وأنا باعتقادي أن المفاوضات يعني حاليا توقفت فعليا وأن لا توجد نية حقيقة عند نتنياهو لأن يمضي في موضوع التسوية والمفاوضات والتبادل هو يعني ويقوم ويفعل بما ترتئيه شخصيته الفوقية وهو طبعا لديه شخصية خاصة يعتقد أنه هو أفضل شخص سياسي حكم إسرائيل وهو ملك ملوك إسرائيل ويقدم ما لم يقدمه أحد لهم ويعمل بهذا الاتجاه جاهدا على أن يبقى في قطاع غزة ويحاول أن يبقي على قواته وأن يدفع بقواته نحو أقصى الجنوب بعد أن ينتهي من مدينة خان يونس مع أن هناك تحذيرات دولية. هناك تحذيرات دولية من كل مكان حتى من قبل الولايات المتحدة بأنه لا يمكن القيام بعملية عسكرية في أقصى جنوب قطاع غزة إلا بعد تأمين المواطنين وبعد تأمين النازحين، لكن ما شهدناه خلال الأشهر الماضية أن كل القصف في المدنيين ومعظم الشهداء من المدنيين نعم بالتالي اعتقد انه الايام القادمه قد تكون صعبه على الناس والنازحين في تلك المناطق صحيح حقيقه دكتور هاني هو يعني اليوم ارتكبت او في اقل من 24 ساعه ست مجازر كان فريق العمل مشاهدي الكرام يحاول التواصل مع اهل غزه ليكون معنا عبر الهواء مباشره ولكن بسبب الظروف التي تعلمونها لم نصل الى الان لتواصل مباشر إلى هناك ولكن لعلنا نتوقف على مشاهدينا لنستمع إلى صوت من نجا من العدوان في مجازر الساعات الماضية ثم نعود والله أنا من عائلتي شهيدين وفي تقريبا عائلة كاملة مسحت من السجل المدني في كمان عائلة مسحت من السجل ما ضلش منه من لواح <applause> الحمد لله رب العالمين يعني انا طلعوني من تحت الركام وزوجتي استشهدت وبنتي استشهدت وابني متصاور وابني لسه ما زال في المستشفى وابني الثاني ما بعرفش لسه وين طيب ولا ميت وبنتي والله عروس عروس قبل الحرب باسبوع اتجوزت وهي جوزها قاعد قبل الحرب باسبوع والله اتجوزت دخلت فوق لقيت النار مولعة في الطابق الرابع والثالث فقعدنا ندور تفاجات انه الشقه اللي فيها ابني يعني هذا الشهيد هو ولاده مولع نار وقعدنا ندور على جثث نلاقي جثث يعني نقيمها فجاءنا في جثث فبدأنا نلم قطع لحم قطعة اللحم لا تتجاوز ال 10 سم 5 سم يعني فيش اشلاء كلها هي تلافي شكل راس ولا حاجه مش عارفين هذا مين ولا هذا مين يعني. طياره وضرب أبو 16 ضرب البيت والموجودين موجودين في البيت هذول وعائلات كلياتهم في نازحين واهل البيت ما فيش حد غريب يعني عندهم هذا كلهم عائلات مدنيه ما لهم في اي قصص ولا لهم في شيء ما لهم في اي حاجه وانضربوا هذا الاهداف تاعت الدنيا وما فيش غيرها هاي الاهداف المدنيه غير هيك ما لهم دم الأطفال الشهداء الأبرياء اللي لا حول لهم ولا قوة اللي اليهود بيقول بكاتلو في النا... في الأولاد الصغار بيكاتلوا في أطفال هاي دمهم في الشوارع حسبي الله ونعم الوكيل اهلا بكم مشاهدينا الكرام لحسن حظ مشاهدينا يبدو ان الخط متصل الان مع غزه معنا الدكتور اكرم نصار مدير الهلال الاحمر القطري في قطاع غزه دكتور اكرم حدثنا عن الوضع الميداني والانساني في هذه الساعات التي حدثت فيها ست مجازر خلال اقل من 24 ساعه. مساء الخير لكم ولجميع المشاهدين احنا الان يعني اقتربنا من خمس شهور على الحرب الوضع اه الإنسانية صعب جدا كما اه تشاهدون على شاشات التلفزيون اه في قطاع غزه في شمال قطاع غزه هناك عمليه مجاعه الناس يتضورون جوعا لعدم توفر المساعدات وعدم وصول المساعدات الانسانيه الى شمال القطاع في الجنوب ايضا هناك صعوبه شديده للحصول على الكثير من المواد الاساسيه لانقطاع الكامل للتيار الكهربائي ووصول المساعدات بشكل متقطع الى القطاع حالة الاقتصاديه اصلا كانت صعبه من قبل الحرب وزادت سوءا مع الحرب هناك عدد كبير من النازحين في الجنوب مدينه رفح بالذات هناك اكثر من مليون ونصف مليون نازح فيها معظم هؤلاء الناس في خيام لا تليق بالحته الادميه الوضع الصحي مستهور جدا لا توجد مستشفيات معظم مستشفيات القطاع خرجت عن الخدمه يعني لم يتبقى عمليا الا ثلاث مستشفيات تابعه لوزاره الصحه مستشفى <applause> الاوروبي ومستشفىين صغيرين في مدينه رفح بالاضافه الى بعض المستشفيات الميدانيه الصغيره لبعض المؤسسات الخدمات التي تقدم للمرضى خدمات بسيطه لانه هناك نقص حاد في الكوادر الطبيه وفي التجهيزات الطبيه <applause> دكتور اكرم انا آه اسف على المقاطعه ولكن الشفاء في آه البدايه وبعد ذلك قبل ايام إذا كنت ايضا عن خدمه دكتور اكرم انت مدير مكتب الهلال الاحمر القطري هناك يعني كيف هي حال المساعدات؟ يعني نرى كثيرا في الاخبار وصول طائره من بلد معين، وصول طائره من مكان معين الى مثلا مدينه العريش على الحدود المصريه مع غزه ولكن كيف هو كيف هي دخول المساعدات وانسيابية هذه المساعدات أم هي لا تدخل أم ما هي آلية المساعدات هناك صعوبة شديدة في إدخال المساعدات إلى القطاع حيث أن عدد الشاحنات التي تدخل القطاع لا تزيد عن 100 شاحنة يوميا وطبعا هذا يعود إلى العراقيل التي يضعها الاحتلال لدخول المساعدات إلى القطاع طبعا هذا العدد ضئيل جدا في مقارنه بالعدد المطلوب ما يحتاجه القطاع القطاع على الاقل يحتاج الى 500 شاحنه مساعدات يوميا ولكن ما يدخل هو 100 شاحنه فقط وهناك ايضا منع من طرف الاحتلال وصول المساعدات الى شبان القطاع حيث ان هذه المساعدات فقط تصل الى المنطقه الجنوبيه آه والمساعدات التي يقدمها الهلال الاحمر القطري تتنوع بشكل رئيسي ما بين المساعدات الطبيه التي تقدم مستشفيات وزاره الصحه ومساعدات الى كالمواد آه المواد الغذائيه والقيم والبطاطين تقدم وزارة التنميه الاجتماعيه بحيث يتم توزيعها على مخيمات الهواء لكن عدد المساعدات او كميه هذه المساعدات لا تفي بالحاجه المتزايده في القطاع نعم الدكتور أكرم نصار مدير مكتب الهلال الأحمر القطري هناك من غزة نتمنى لكم كل التوفيق ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون يعني يعينكم في هذه المهمة الإنسانية والأخوية والواجبة حقيقة في حق إخواننا هناك في فلسطين وخصوصا في غزة شكرا جزيلا لك دكتور هاني لعلنا نعود نستكمل ما تبقى من حديث يعني حسب ما سمعنا من مداخلة الدكتور أكرم نصار عن الوضع الذي يحدث هناك يعني في هذه الساعات الصعبة وصعوبة دخول المساعدات في الشق الأمني والاستراتيجي لعلي أتحدث معك تبادل الأسرة وتبادل في صفقة تبادل الأسرة يعني لماذا ترى علقت قبل قليل أنها ربما توقفت أو ربما يعني يعني أحس أنك مش متفائل الموضوع المفاوضات ليس له علاقه بالتفاؤل والتشاؤم <applause> هناك معضيات وهذه المعضيات الموجوده حاليا لا تدلل ان هناك امكانيه للوصول الى اي صفقه على الاقل خلال الايام او حتى الاسابيع القادمه <applause> اولا لا توجد نيه عند بنيامين نتنياهو من اجل ان يتمم اي صفقه فهو غير معني بالمحتجزين في قطاع غزه هو معني ان تستمر هذه العمليات على قطاع غزه لأبعد مدة زمنية ممكنة سببين السبب الأول حتى ينقذ نفسه من المساءلة القانونية بعد انتهاء هذا العدوان على قطاع غزة السبب الثاني باعتقادي هو أنه يجب أن يكون هناك تغيير كامل لمعالم الحياة السياسية والإنسانية في قطاع غزة ولا تبقى حماس مسؤولة سياسيا ولا حتى عسكريا في ذلك القطاع وبالتالي هو سيستمر في هذه العمليات إلى أبعد مدة زمنية ممكنة خاصة أن الفواعل الدولية دول ومنظمات ليست مع المقاومه الفلسطينيه في الوقت الحالي وهذا يشجع نتنياهو على ان يستمر في هذه العمليات الى ابعد مده زمنيه ممكنه حتى محكمه العدل الدوليه لم تقدم الحد الكافي من امكانيه وقف والضغط بوقف العدوان على قطاع غزه، ايضا اذا ما تحدثنا عن منظمه الامم المتحده ومجلس الامن الدولي هناك شبه تعطيل لهذه المؤسسه من قبل الولايات المتحده حتى استعملت حق نقد الفيتو تجاه اي محاوله لوقف هذه العمليات في قطاع غزه بالتالي حتى الضغط الشعبي داخل حكومه الدغ... داخل المجتمع الاسرائيلي لم يصل للحد الكافي المطلوب ولا المعقول للضغط على نتنياهو لان يقوم بعمليه تسويه مع الفصائل الفلسطينيه وبالتالي هو مرتاح فعليا هو متكئ على اليمين الصهيوني المتطرف بمن فيهم سموتريتش وبن غفير اللي يدعموه في هذه الحكومه حتى يستمر في هذه العمليات العسكرية إلى أبعد مدة زمنية ممكنة بالمقابل مطالب المقاومة الفلسطينية خاصة حماس هي تعتبر أعلى بكثير من السقف اللي ممكن تتقبل حكومة الاحتلال في الوقت الحالي أمام هذه المعطيات الإقليمية والدولية حماس والفصائل الفلسطينية مطالبها بسيطة هي وقف العدوان بشكل كامل مع ضمانات دولية طبعا نتنياهو لا يريد أن يوقف العدوان بشكل كامل المطلب الثاني إدخال المساعدات اللازمة وإعادة البناء والإعمار لسكان قطاع غزة وهذا مطلب عادل لكل سكان قطاع غزة بعد كل هذا العدوان الغاشم أعتقد أن نتنياهو لا يريد أن يدخل المساعدات الأساسية للسكان بالحد اللي من الممكن أن يعيد الحياة السياسية والحياة الاجتماعية للناس المسألة الثالثة موضوع التبادل تبادل الخلافات حماس تطالب بأن يكون هناك تبادل أعداد كبيرة بالمئات قد يكون بالآلاف من السجناء الفلسطينيين في سجون الاحتلال ومن الاسماء الثقيله الوزن اللي لهم مكانه سياسيه في المجتمع الفلسطيني بينما بنيامين نتنياهو يقول لا, لا نقبل بهذه الاسماء قد يكون هناك امكانيه لقبول بعض الاسماء بضعه مئات الاف لكن دون ان يكون هناك اسماء من اصحاب المحكوميات العاليه او الناس اللي لهم وزن سياسي ثقيل في المعادله السياسيه الفلسطينيه وبالتالي السقوف مختلفه والمطالب مختلفة، الفجوة كبيرة، مع أن هناك وساطات والوساطة تعمل، مصر وقطر تعمل بشكل قوي جدا من أجل أن تتمم الصفقة بما يتعاطى مع المطالب الفلسطينية العادلة. أيضاً الولايات المتحدة معنية أن تتمم صفقة سياسية معينة وأن يكون هناك هدنة إنسانية على الأقل، لكن الولايات المتحدة لم تعطي الموافقة من أجل أن يكون هناك وقف كامل. ودائم للعدوان على قطاع غزه وبالتالي هي ما بين هذا وذاك تحاول ان تعطي هدنه انسانيه وطلبت الولايات المتحده بان يكون هناك هدنه انسانيه مؤقته واعطاء فرصه لعمليه تبادل حتى لو كان مرحليه مؤقته لكن اعتقد نتنياهو حاليا لا يريد ان يوقف هذا العدوان واعتقد انا قد يكون اعتقد جازما لكن لا استطيع ان اجزم في هذه المساله ان حكم نتنياهو لن تبدا بشكل جدي في عمليه التبادل والصفقه السياسيه الا بعد الانتهاء من مدينه رفح انا اعتقد هذا قد يحدث موضوع المفاوضات قد تعود مجددا لكن بعدما تنتهي قوات الاحتلال وهي تقول ان هي تريد الاشتباك مع كتائب حماس هناك كتائب عز الدين القسام موزعه على قطاع غزه ما تبقى قوات الاحتلال لم تشتبك مع تلك الكتائب الموجودة في مدينة رفح وهي ما زالت في حالة اشتباك مع الكتائب الموجودة في خان حتى الآن ولم تنتهي من هذه العملية وهي لا تريد أن تنتقل إلى رفح إلا بعد مسألتين أولا أن تنتهي من العمليات العسكرية مع الكتائب القسام في خان يونس ثانيا أن يكون هناك إمكانية للتعامل مع المواطنين والنازحين في مدينة رفح وإذا ما قلنا أن هناك حوالي مليون وثلاثمائة ألف مواطن فلسطيني في مدينة رفح من أصل 2 مليون 300 عدد سكان قطاع غزة بالكامل يعني حوالي 60% من سكان قطاع غزة في تلك المدينة كيف ستتعامل معهم قوات الاحتلال مكدسين في الخيام في بعض البيوت هذه أعداد مهولة كبيرة جدا وشهدنا خلال الأيام الماضية أن هناك تنبيه وتحذير من الأمم المتحدة من الولايات المتحدة من من شخصيات عديدة سياسية من دول إقليمية بأنه لا يجب ولا يمكن أن يتم السماح لجيش الاحتلال الإسرائيلي بالقيام بعملية عسكرية في تلك المنطقة إلا بعدما يضمن أن يكون هناك تأمين للنازحين وتأمين لسكان هذه المدينة. السؤال أين أين سيدفع بهم؟ نعم. هل سيدفع بالنازحين إلى خنيونس أو إلى سيناء؟ لأنه عنده فقط إما خان يونس أو خياري. سيناء من الناحية الأمنية. عمليا ما تبقى امام السكان، طبعا العمليات العسكريه في مدينه خان يونس ما زالت حتى الان هناك حاله التحام بين الفصائل الفلسطينيه مع قوات الاحتلال ولما ما زالت تستعمل قوه غاشمه كبيره جدا على مدينه خان يونس ومحافظه خان يونس وبالتالي انا باعتقادي انه قد يبقى الخيار امام قوات الاحتلال هو اما الدفع بجزء كبير من السكان نحو سيناء او جزء منهم على الاقل نحو مدينه خان يونس وبعض التصريحات اللي جاءت بالامس على لسان وزير الخارجيه المصري شكري اللي قال انه اذا اضطرت مصر للتعامل للتعامل مع النازحين في قطاع غزه ستتعامل معهم كيف لا نعلم ولكن هذا مؤشر سامح شكري عندما يقول ذلك هو يعني انه هناك احتمال لان يكون هناك نزوح لمئات الالاف من سكان قطاع غزه نحو سيناء واذا فتحت البوابات سواء بوابات أو حدود بين مصر وقطاع غزة معنى ذلك أنه سيكون هناك إمكانية أيضا لدفع المزيد من السكان نحو سيناء دكتور هاني يعني استراتيجيا يعني أنا لما سألتك قبل قليل عن تفاءل أو لا تتفاءل أنت قلت المعطيات أنتم كاستراتيجيين وأمنيين تتحدثون عن معطيات وأرقام ودراسات فلنفترض أن الحرب انتهت أو أن الهدنة نجحت في إنهاء هذه الحرب، ماذا أو ما هي الخطوة التالية في خريطة النزاع؟ خريطة الـ 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 يعني هذه الحرب التي دمرت غزة تقريبا بالكامل. وهذا أصعب سؤال الحقيقة لأن الواقع أليم وصعب، صعب. هناك إبادة جماعية، هناك هدم للبنية التحتية، غزة لم تعد مدينة، لم تعد قطاع. يمكن أن يعتاش فيه الناس بالواقع الحالي. بالتالي أي محاولة لإنهاء الحرب على قطاع غزة ضمن عملية سياسية يجب أن تأخذ بالحسبان الحالة الإنسانية في قطاع غزة كيف الناس يعودوا لبيوتهم؟ لم يعد هناك بيوت. البيوت هدمت 60% من مساكن قطاع غزة هدمت بالكامل وباقي المساكن لم تعد جزء منها لم يعد ايضا وكذلك البنى التحتيه ايضا البنية التحتيه اخي الفاضل اخي عبد الرحمن يعني المدارس المؤسسات التعليميه لم تعد قائمه جامعات قطاع غزه بالكامل هدمت الجامعات المؤسسات الصحيه معظمها هدمت البنيه التحتيه المياه الكهرباء لا يوجد بالتالي عندما نتحدث عن بنيه تحتيه تحتاج سنوات من البناء ازاله الردم في قطاع غزه يحتاج الى سنوات اعاده البناء يحتاج حسب تقديرات الامم المتحده تحتاج من سبع الى عشر سنوات. كيف يستطيع الناس ان يعيشوا خلال هذه المده؟ اذا توقف العدوان الان ما بالنا اذا لم يتوقف الان واستمر لمده اشهر قادمه. هل هذه هي الخطه دكتور هاني بان لا يعود احد الى هذه الارض مره اخرى؟ قوات الاحتلال استعملت سياسه الارض المحروقه لا تريد ان تعيد اي مواطن الى شمال قطاع غزه. دعني أقول أن مدينة غزة وشمالها كان في مليون ومئتي ألف مواطن فلسطيني الآن في شمال غزة ومدينة غزة ما تبقى منهم من 300 إلى 400 ألف يعني حوالي 30% فقط 70% نزحوا إلى الجنوب والآن ما زالت قوات الاحتلال حتى الآن تحاول أن تدفع بمزيد من هؤلاء المتبقين من الناس تجاه الجنوب يوم بعد يوم تدفع بجزء منهم هناك فصل لشمال قطاع غزة عن جنوب قطاع غزة لا يستطيع أحد من الجنوب أن يعود إلى الشمال لكن قوات الاحتلال تدفع بمن تبقى في الشمال إلى الجنوب بمعنى هذه البقعة من قطاع غزة وتمثل بالمساحة 30 إلى 35% من مساحة قطاع غزة لم تعد قائمة لم يعد هناك إمكانية للحياة فيها لم تدخل المساعدات تحاول قطاع قوات الاحتلال أن تمحو كل معالم الحياة هناك بالكامل وتستبعد السكان إذا توقفت الحرب هناك احتمال أن تكون هذه المنطقة منطقة عازلة يعني حوالي 30% إلى 35% تحاول قوات الاحتلال أن تستقطعها بالكامل تصبح منطقة عازلة سكانها يمثل 60% من سكان قطاع غزة أين يذهبوا خيام ملاجئ لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة وبالتالي يبدو لي أن نتنياهو كان واضح يعني في بعض النقاط التي تحدث عنها منذ البداية فيما يتعلق بإنهاء وجود حماس واستعادة المحتجزين ولم ينجح في ذلك لكنه ما زال يعمل بكل الإمكانيات الموجودة على أرض الواقع بنوعين من السلاح من أجل تهجير الناس بالقوة الغاشمة قوة السلاح واثنين بالتجويع هذا السلاح قاسم سلاح كبير جدا قوات الاحتلال تجوع من تبقى من سكان شمال قطاع غزة وشهدنا حالات من الجوع اللي ادت الى الوفاه، والناس الان تتوسل الى امكانيه دخول المساعدات الى تلك المناطق، ولذلك اعتقد انه هذا الهدف ما زالت قوات الاحتلال تعمل، هدف استراتيجي بالنسبه لهم ان ينهوا وجود قطاع غزه كسكان، كحماس، كفصائل، وازاحتهم بالكامل نحو مصر ونحو اي دوله اقليميه. وهناك جولات قامت بها قوات الاحتلال ممثلة بشخصيات قيادية أه وأيضاً حتى بلينكين بلينكين في اللحظات الأولى في الأسابيع الأولى من العدوان على قطاع غزة حاول الحديث مع رئيس المصر عبد الفتاح السيسي وهناك تسريبات كانت حول هذا الكلام بأن يقبل باستضافة سكان قطاع غزة في سيناء وقال السيسي بشكل واضح سكنون في النقب. وبعد تنتهي الحرب أعيدوهم إلى غزة وبالتالي هناك وضوح في هذا الهدف أنه هناك محاولة لتفريق قطاع غزة من السكان بشكل كامل ما زالت قوة الاحتلال تعمل على هذا الهدف بكل الوسائل الممكنة قد تنجح قد لا تنجح الناس صمدت إلى أبعد الحدود لكن تحت قوة النيران ودفع الناس بالقوة هذا الاحتمال ما زال قائم وعلى الطاولة أكثر الاحتمالات خلال الأيام أو الأسابيع القائمة القادمة لا, لا شك دكتور هاني البسوس أن أهل غزة وفلسطين يعني رسموا أعلى يعني درجات التضحية ويعني أصبحوا يعني يعني علامة فارقة في التضحية وفي الجهاد وفي الصبر نسأل الله سبحانه وتعالى لهم الصبر والنصر في هذه الحرب المنهكة إذا الدكتور هاني البسوس أستاذ الدراسات الأمنية والإستراتيجية شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة الشيقة والمفيدة والمثرية أيضا حيكم. من معلومات إذا مشاهدينا الكرام إلى هنا وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة التي سلطنا الضوء فيها على آخر التطورات بشأن العدوان على قطاع غزة شكرا لكم على طيب المتابعة لكم مني ومن طاقم العمل كل التحية والتقدير إلى اللقاء